فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصبي الذي مات قبل بلوغه وكان أبواه كافرين، فهل يدفن مع المسلمين لأنه لا ذنب عليه وإنما على أبويه؟ الصبيان الكفار تبع لآبائهم، يدفنون في مقابر آبائهم، وصبيان المسلمين تبع لآبائهم، يدفنون في مقابر المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.